الحكومة المغربية تتخلص أخيرا من اللغة الفرنسية. تتجه الحكومة المغربية إلى التخلص بشكل نهائي من الفرنسية، وفي سابقة من نوعها وضعت منشورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية. وتفاعل عدد من المتتبعين مع قرار الحكومة المغربية، حيث قال أحدهم: يجب التخلص من الفرنسية بأقصى سرعة، قبل أن يضيف آخر: الآن أو لن نتقدم، بارك من الفرنسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فيما تساءل آخرون: هل بدأ العد العكسي لإزاحة اللغة الفرنسية المهيمنة على مجتمعنا منذ فجر الاستقلال؟ كفى، يكفي. واعترفت وزيرة سابقة أن العلاقات المغربية الفرنسية ليست على ما يرام، حيث كشفت عن وجود أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس، قائلة إن العلاقات الثنائية لا تكون توافقية على الدوام، بل تكون أحيانا متوترة.